أما ما ورد عند ابن مردويه من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور من تحت قدمه إلى عنان السماء وغفر له ما بين الجمعتين، فهذا الأصح فيه خلافا للمنذر، الأصح فيه ما قاله ابن كثير وغيره من أنه أيضا حديث ضعيف، لكن كما أسلفت لكم يضاء له ما بينه وبين الجمعة الأخرى من النور، يضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق، هذه أحاديث ثابتة عنه صلى الله عليه وآله وسلم.